السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيد المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بالدين بن أحمد وريما عرفات كاينة في المملكة المغربية، الخيرة والروا الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيد المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 6 شهر جوج 2023، الخيرة والروا الجميع المشاهدين الأحباب تونا في المكان. وما تنسوش جميع المشاهدين يدعمونا بالشراك يشاركوا معنا في القناة باش نزيد شوية القدام، وكاين الحباب تاعنا اللي غاليين على قناة زيد المرجان أهلا بكم. بدينا عاد معايض كيما تشوفوا الخيرة تبارك الله، اللحمة حمراء واللحمة زينة والعجل البلدي تيقول لنا واخا هذيك ضروبه اخرى هذه عجله وهذه عجله بحال الفرماج، فعلا عجله بحال الفرماج كما تشوفوا، اللحمه حمراء وزينه ابو عزاق ومعيط محمد معيط ولا مين كما قلنا رجل مزيان كنقضوا عنده في العراس اياك فعلا رجل طموح من كان صغير تنعرفوا انا بزاف تنعرف محمد معيط رجل طموح من كان صغير كان راجل بعد ديما نقول ودابا راك شرفتي باقي الشيء ما خرج مو حاج غادي يشي مو حاج راجل مخير راجل زين وكلهم بعدهم الحباب تونا من المشاهدين من المصورين وشحال غتبيع اليوم؟ 80 درهم هي اللي كاينه صافي شديتو تاني في 80 غالي فعلا تيقولوا 80 درهم هاد الخيرات في الاثنين بن احمد. قول لي يا خويا السلعه كاين هاد الايامات كاين السلعه؟ كاين وتمام كاين ناس شاري الغلا والعرف غالي فعلا الناس ما ساركاش تيقول معيط ضرافات وتيقول بنادم ما سالكش فعلا الناس ما كاينش عندهم 100 درهم هذيك من طبيعة الحال وغالي راه كان عجلها مليون ونص ولا بثلاثة ملايين ربعة خمسة راه تا هي راه ترينكا ماشي هذي كاين تزادت عندهم أموال باهية يا ربي بلا ما تعيروني الكسابة وحدي كامل الله يستر الله يستر لك السي محمد هذا معيط درافات اللي بغى معيط يجي عنده النمرة خمسة في المارشي تاع المحطات الطرقية هذا سعيد حار تاع عنده الحانوت في شارع تاع السوق راجل درافات وراجل زين كما تشوفوا الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان داخل الوطن أو خارج الوطن اللحمة حمراء وزينة هذا سعيد حار تبارك الله تبارك الله على جل قالك لا تكاد السعار في المليح خطار هذا هو اللي تنقولوا الاحباب تاعنا تنحييو جميع المشاهدين قناه زيت المرجان وشحال السي مصطفى درتوها بها باش نشريو بيتها بها باش نشريو بيتها فايتها الزيتون العجل لا ما عندي ما نقول لحمة حمراء وزينة ما عندي ما نقول مصطفى هذا سعيد حار مش معروف هنايا مصطفى وانتم شايفين وين تيقولوا لي سعيد حار لا بغيتي تعرفيه مصطفى وعنده حتى الحانوت كما قلنا في شارع السوق هادو الحباب تاعنا تنحييو جميع المشاهدين قناة زيت المرجان داخل الوطن او خارج الوطن يبارك فيك اودي السي حمزة هذا حمزه ود مصطفى ودرحان راجل ضرافات وراجل زين هنا في الاثنين بن حمد وعندهم الحوانت في الشارع السوق او المارشي تاع بن حمد الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان والحباب تاعنا داخل الوطن او خارجه كي تشوفوا اللحمه حمراء وزينه تنوروها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان لاجل ما فينا شحمه لا والو تبارك الله سي حمزه ياك في خير ناشط الحمد لله كما قال هذا الرجل احنا في الاثنين بن احمد وراجل. اغلى وينيش؟ لا والله.
ان شاء الله خير. ايه ان شاء الله خير. وكاين السلعة اللي جابت؟ كاين السلعة. السلعة كاين وكاين تما. ولا تصبح ولا؟ السلعة موجودة، ما عمر السلعة كانت قليلة، ديما السلعة كشي. ما تنساش يا حمزة راه كانت ما تصبحش السواق، ودابا ولات تصبح. راه كتصبح وكل شيء كيشاف، الثمن اللي واعر راه كتصبح راه فين باغي يدي. اه فعلا 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 الكلام. راه 370 دار 240 حاجة. اه. وقريب 16 اييه اييه ما فيه لا شحمله والو، اللحمه حمراء وزينه. بقيتي الحمله قصور لا والو هي. وشحال تبيع فيه اليوم سي؟ 80 درهم. كل حانوت كي هنا؟ 80 درهم باش تبيع حمزه هنايا في الحوانت بحال هناك. في الحوانت تبغوا تبيعوا ب 80 درهم او في شارع السوق او المرشي في الكاين. 15 معروفين هنا. 16 تبارك الله على السي. وردي على ولاد مراح. غادي الخبيث ان شاء الله انا عندكم في ولاد مراح. ايوا شحال ما بقينا جينا مع العيا وكان، والله اليوم ما كنت جاي، والله تا مريض اليوم، والله ما قديت نجي، وقلت مشيت شحال هذا ما جيت لبن احمد، قلت نمشي عند الحباب تونا وصافي. وشحال الخيرات يا سي احمد؟ خيرات 16 100 خويا. انتوما دايرين 16؟ طايح ب 15 100. هاك شحال راه 16 تبارك الله على السي احمد وراه الدين هاد الخيرات الله يحفظك ان شاء الله نجي عندكم الخميس ان شاء الله ان شاء الله مرحبا سي مصطفى الله يحسن العون الجميع شتي اللي تيشري حتى هو تيقول لك راه السلعه غاليه اللي تيشري ويبيع بشحال سي مصطفى اليوم 15؟ هو عنده ثمن 15 16 باش 16 مخلطين بيع ومخلطينوش بين 14 و 15 لا 15 واللي بغى 16 السلعه هذا راه ودي جيتي تاع الهيه وتعير هنايا ايه انا ويني محرشك مصطفى ود الحاج محمد عرفتكم ثلاثه مشروكين هذا عبد واحد خويا هنا في الاثنين بن حمد كي تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيت والمرجان والحباب تونا داخل الوطن او خارج الوطن. تبارك الله اللحمه حمراء وزينه كي تشوفوا معنا عند عبد واحد هنايا هالضروبه زينه تبارك الله. يا خويتي السيكتور ياك ياك ما شحال هذا ما كزرتي؟ ترى شي جو السواق ولا ثلاثة ما جيت لهذا السوق. وبشحال بعتي اليوم سي عبد الواحد؟ 15 واخا تيقولوا 16 15 تيقول لنا 15 الله يجعل البركة فعلا كاينة 16 في العجل والضروبة 15 16 تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيت والمرجان عندو ضروبة بحال الفرماج تبارك الله ضروبة مليحة واللي تبيع غير ب 15 هو واخا كاين 16 خيرا تنوري والجميع المشاهدين. خونا وصاحبنا تاوكا في الاثنين بن حمد هاد الخيرات. شحال سي بو عزاز الخيرات اليوم؟ اقل اقل شحال باش مات يا بو عزاز؟ اللوز والقرقع 80 درهم. بو عزاز رافد بو عزاز رافد تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيت ومرجع تبقى راه عندو الحانوت في المرشي اللي يقول لي الحم كي داير وين معاه؟ وين الحم اش كدير عندي مليح ولا ما كاينش؟ هاجا تيتقد عندك ديما تيصبر معاك ولا شيء؟ بزاف اخويا هذا مقص صاحبي كيما قال هذا الرجل تغير مقص هات هات الحمد لله والله والله ما نقص قرابه. احنا نسمعوا التليفون في الدار ولكن ما عرفناك من هذا هو زوين وحلو ياك هو قاعد مرحبا مرحبا انت غادي تبان معنا في القناه نسيت امين يا ربي امين يا ربي امين يا احباب تونا كلامك زين وكلامك طيب الحمد لله الله يكثر خيرك وعلى وجهك على وجهك الخير امين الله يرحم والديك ما فيهاش الله يحفظك لينا شكرا لك تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيتون
تا هو قال لي جرى من ولاد محمد وقال لي جيتي نشوفوك ولا جابك الوقت الغدا جيتي. الله يكثر خيرك. الله يكثر خيرك. الله يكثر خيرك. والله ان شاء الله ان شاء الله. هذا شفت قلت يكزر في بن حمد في الاثنين بن حمد لا المليح كاين. بعدي بس ومصطفى ما بقاش يكزر هنا؟ لا لا يكزر راه من بلاصه. كاين المليح وكاين الزيتوني. اخويا. كاين المليح وكاين الغلا. كاين المليح والغلا. وبشحال التدفيع في هذا الشيء اليوم؟ 15 ولا 15 15 وكاين 16 و15 التقدير هذا اللي كان تيقولوا الدق مخالف كاين 15 و16 واللي مولي العشر داير 16 تمام حتى العجله فيها تمام حتى العجله هي المليح مليح اخويا والعجله حلوه كل شيء زين خيمه بلاش الله يسهل عليكم.